بودكاست صوت. يا صبايا ويا شباب، شلهوب عاد بعد غياب في جعبتي أحلى حكايات عن جحا أبي الحركات، حكيم الحمقى وأحمق الحكماء، يواجه البلاء بكل ذكاء. يا سامعي أنشر الخبر، ففي كل قصة عبرة لمن اعتبر. هاي أنتم، ما هذا؟ ما بالكم صامتين هكذا؟ أين التصفيق والهتاف؟ آها، نعم، هذا هو الاستقبال الذي يليق بالنجوم مثلي. والآن صار بإمكاني أن أحكي لكم قصة أغرب من الخيال. حكايتي عن جحا وعريس ابنة الوالي. نعم، عمت أجواء الفرح مدينتنا مع بلوغ ولية العهد الحسناء بدر البدور سن 18، وبحسب الدستور حان الموعد لتزويجها من الرجل الذي يراه الوالي مناسبا كي يكون شريكها. ويجب أن يمتاز هذا الرجل بأحسن الصفات، فيكون ابن عز وجاه، حسن المعشر وطيب الخلق، لأنه في نهاية الأمر سيكون هو الآخر واليا علينا، يدير شؤوننا ويرعانا بحكمته. إيه؟ طيب خلاص فهمنا، زغريت زغريت، لدينا حكاية لنحكيها. وبدأت قوافل الإرسان المحتملين الطامعين بخطب ود الحسناء بدر البدور، تزورنا من كل حدب وصوب. موكب أمير سلطنة وادي الذهب. انظروا انظروا إلى هذا الموكب الطويل من الإبل المحملة بكل ما هو ثمين. موكب حفيد مهراجا بلاد الهند والسن. ما أجملها، انظروا إلى كل هذه الفيلة الضخمة. يقولون إنه من أغنى رجال الأرض. سمعت أن قافلة لابن والي مصارستان في طريقها إلينا أيضا. نعم يا سادة، قوافل وقوافل جاءت محملة بكل نفيس كرمة لعين بدر البدور لتختار عريسا لها. ولكن يوه، لا لا وألف لا، لم يعجبني أي منهم يا أبي. كيف يا بدر البدور، إنهم من خيرة الشبان، مال وجاه وعز، بالإضافة إلى طيب الخلق ورصانة الحضور، فكيف لم يعجبك منهم أحد؟ أنا لا أفهم. أدام الله عليهم مالهم وعزهم وجاههم، لكن قلبي لم يمل إلى أي منهم. وكذا كان الأمر مع كل من جاءوا يخطبون ودك قبلهم، وصراحة أشعر أن الحالة نفسها ستستمر مع كل من سيجيء من بعدهم. الزواج قسمة ونصيب، وأنا لن أتزوج من ليس من قسمتي لمجرد إرضاء الناس. وبناء على تصريحها هذا، ما كان من الوالي سوى أن أرسل في طلب جحا وكريمة كبيرة مستشاريه كي يشاورهما في الأمر. وقد كان لكريمة رأي لم يطب للوالي سماعه. تحب؟ وما الذي يدفعك إلى قول هذا يا كبيرة المستشارين؟ هل سمعت أو رأيت شيئا؟ أبدا أبدا يا مولاي، هذا مجرد تخمين، فأنا لا أجد سببا آخر يدفع بدر البدور لرفض كل هؤلاء العرسان. ومن يكون هذا الصعلوك الذي تحبه؟ قد لا يكون صعلوكا يا مولاي، بل ربما شابا خلوقا محترما. وقد لا يكون هناك أحد يا جماعة، أنا أخمن وحسب. اسمع يا جحا، أمهلك 24 ساعة للتقصي في الأمر، وإن صح تخمين كريمة فمن الأفضل لهذا الشاب أن يأتي خاطبا، وإلا أنزلت فيه شديد العقاب.
تلاحظون أن صوت كريمة اختلف عن السابق، صحيح؟ المسكينة منذ صارت كبيرة المستشارين بح صوتها وهي تجادل رجال القصر. المهم، انطلقت وجحا على الفور في مهمة مستعجلة للكشف عن هوية هذا الحبيب المزعوم، لكن وبمجرد مغادرتنا قصر الوالي، ها أظن يا شلهوب أننا لن نحتاج إلى مهلة الساعات 24، فها هو الجواب أمامنا: بدر البدور وحبيبها فطين الحطاب. الله الله على الحب والروعة الحب! بدت الأميرة في غاية السعادة وقد ناولها فطين وردة حمراء ندية. هذه لك يا بدر البدور، بحثت عنها في جميع أرجاء الغابة. ما أجملها من وردة يا فطين، سلمت يداك يا حبيبي. هذه الوردة عربون حبي ووفائي لك، وأرجو أن تزيني شعرك بها في الغد عندما أزوب الوالي طالبا يدك. مالا يتقدم لخطبتها فطين؟ أوه، يبدو أن ما اكتشفناه للتو لن يروق للوالي يا حماري الحبيب، ولكن لا مفر من إبلاغه بحقيقة الأمر. وكذا فعلنا ليحدث ما توقعناه تماما. أو ربما أكثر مما توقعنا بقليل. سأسجنه، سأنفيه، سأجعل من هذا الحطاب القذر عبرة لمن اعتبر. مهلا يا مولانا، فطين لم يرتكب ذنبا كي ينال عقابا. لم يرتكب ذنبا؟ هل يظن هذا الصعلوك فعلا أنه مؤهل للتقدم لخطبة الأميرة؟ ولم لا يا مولاي، فطين شاب مهذب وعلى خلق. لأنه من عامة الشعب، حطاب بسيط ألثغ لا جاه له ولا مال، فكيف له أن يتقدم لخطبة الأميرة؟ وكيف يعيبه أن يكون من عامة الشعب؟ أنا وكريمة من عامة الشعب أيضا، هل هذا يعني أننا لا نصلح؟ لا 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 لا، هذا ليس ما قصدته، ولكن على الأميرة أن تتزوج برجل ذي حسب ونسب. عذرا يا مولاي، ولكن لا يوجد في القانون ما ينص على ذلك، يمكن لأي كان أن يتقدم لها. ما هذا القانون المتخلف؟ أنا أبوها وأدرى بمصلحتها من أي قانون. ولكنكم أنتم من سننتم هذا القانون بأنفسكم يا مولانا. بالطبع بالطبع أعرف، ولكن بما أني أنا من يسن القوانين فإليكم قانونا جديدا. على من توافق عليه الأميرة من العرسان المحتملين أن يجتاز امتحانا من 3 مراحل يحدده الوالي، وإن فشل فسأنفيه بعيدا إلى الأبد. تنفيه إلى الأبد؟ لابد أن الوالي جن رسميا. قال ينفيه قال. ولكنه بدأ جادا للغاية، ففي اليوم التالي وعقب زيارة فطين القصر وموافقة بدر البدور على طلبه في التقدم لخطبتها، أفصح الوالي عما ينتظر فطين من اختبارات. أول اختبار ينتظرك يا سيد فطين هو اختبار القوة، وقد أعده كبير المخترعين عندي خصوصا من أجلك. وأنا لها يا جناب الوالي، أيا كانت صعوبة الاختبار فسأجتازه من أجل بدر البدور. من إعداد كبير المخترعين يا كريمة، لابد أنه مصمم كي يقضي على هذا الشاب المسكين. هذا بالضبط ما كنت أفكر فيه يا جحا. وفي حديقة القصر كان في انتظارنا كبير المخترعين ليكشف لنا عما أعده. مولانا، السيدات والسادة، حضرات المستشارين، أشهر طوال تلك التي قضيتها في تصميم وبناء ما سترونه للتو. أفلا تعفين من المقدمات الطويلة يا كبير المخترعين؟ لدينا أشغال أخرى هذا اليوم غير رؤية فطين يفشل في الاختبار. سمعا وطاعة يا مولانا.
أقدم لكم المضمار المستحيل. هذا ليس مضماراً، إنه أشبه بحلبة تستحيل النجاة منها يا جماعة. ما هذا بالله عليكم؟ إيه صدق جحا، فعدا عن كل أشكال العوائق التي يستحيل على أي كان تجاوزها، بدا المضمار مجهزا بمعدات خطيرة قد تتسبب بأذى حقيقي لمن تصيبه. أحسبتم الزواج بأميرة غاية سهلة المنال؟ أبدا يا والينا، وأنا جاهز لبذل الغالي والرخيص لأجلها. ها؟ الرخيص؟ أظنه يقصد الغالي والنفيس. المهم، راحت عليك يا مسكين يا فطين، سيموت في سبيل الحب. فهل أنت مستعد للانطلاق يا سيد فطين؟ وفي كامل الجهوزية يا كبير المخترعين. إذن هيا انطلق. كالسهم انطلق فطين مقتحما المضمار دون تردد أو وجل، يجتاز العوائق الواحدة والآخر في براعة وسرعة، وإن حصل وسقط نهض متحاملا على ألمه، رجلا أقوى من الشدة أطول من المدة. أحسنت يا فطين، كم هو شاب مقدام. والكل صار يشد من أزره ويتحمس لنصره باستثناء والينا المعظم الذي مط شفتيه انتعاضا. وبالطبع خرج فطين من المضمار المجنون منتصرا فيما يشبه المعجزة، ونالت على فطين التبريكات. مبروك يا عريس. شكرا. مبروك يا بطل، مبروك. شكرا شكرا شكرا. وتعاظم الغيظ في نفس والينا المعظم حتى بات ظاهرا على وجهه لما صاح: هذا كافٍ كافٍ كافٍ. جن الوالي. لا 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 لا، أنا لست غاضبا، ولكني تعبت. مبروك يا فطين، مبروك مبروك. اذهب واسترح كي تكون مستعدا لاختبار الغد، كن هنا في تمام الخامسة فجرا. تماما في الموعد المحدد كان فطين حاضرا وجاهزا لأي تحد ينتظره ذلك اليوم، ولكن لم يكن في المكان سواه وأحد حراس القصر. يا حضرة الحارس، لو تفضلت، أرجو إعلام الوالي بأني حضرت ومستعد لاختبار اليوم. الوالي نائم حاليا، وعندما يستيقظ سنعلمه بالأمر. نائم؟ وإن كان سينام هكذا لما طلب من فطين الحضور مبكرا؟ إلا أن فطينا اكتفى بالانتظار واقفا مكانه، وانتصف النهار دون أن يحضر الوالي. هل أعلمت الوالي بأني أنتظر هنا أيها الحارس؟ نعم، وقال إنه مشغول فلتنتظره. الساعة الآن 4 عصرا يا حضرة الحارس، فهل سيحضر الوالي قريبا؟ هذا وقت قيلولة الوالي بعد الغداء، انتظر حتى يستيقظ. يستيقظ؟ ما هذه العنجهية؟ غريب أمره هذا الوالي صراحة. وهكذا غابت الشمس وحل الليل، بينما فطين المسكين يقف مكانه في صبر وينتظر. فطين، أنت هنا؟ طمئني، هل اجتزت اختبار اليوم؟ أهلا سيد جحا، في الواقع ما زلت في انتظار الوالي ليعلمني بماهية الاختبار. ماذا؟ لم تقابل الوالي حتى الآن؟ لا، ولكن لا بأس، فهو لابد مشغول بعمله ولا أمانع انتظاره. يا لطيبة هذا الفطين ورحابة صدره، أقسم إني لو كنت مكانه لاقتحمت القصر ولقنت هذا الوالي المتعجرف درسا لا ينسى. لا 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 لا، أعذرني، ولكن هذا أمر غير مقبول إطلاقا. غير مقبول؟ ما هو الأمر غير المقبول يا جحا؟ أن 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 أن، ظهر الوالي فجأة يرمق جحا بنظرة ضيق. أن تترك هذا الشاب المسكين ينتظرك منذ 5 صباحا دون أن تقدم له طعاما أو شرابا
أو حتى كرسيا كي يستريح. ولكن كان ذلك اختباره لهذا اليوم يا جحا، وقد اجتازه بنجاح كما ترى. ماذا؟ وكيف يكون الانتظار الطويل اختبارا؟ قل لي بالله عليك. اختبار لصبره يا جحا، وعلي القول يا فطين، أنت تتمتع برهبة صدر قل نظيرها. واو، نجح فطين في الاختبار الثاني دون أن يعلم حتى أنه خاضه. ولكن لو ظننتم أن هذه أقصى درجات مكر الوالي فأنتم جد مخطئين. غدا يا فطين اختبارك الثالث، اختبار الفصاحة والخطابة. فكما تعلم يجب على الوالي أن يكون متحدثا بليغا يصغي إليه الناس بإنصات مصدقين. مبتسما بشيء من السخرية تقدم الوالي من فطين، ومن ثم ناوله ورقة مطوية. في هذه الورقة نص قصير جدا من 13 كلمة فقط، وهو ما ستعلنه على الناس في الغد، فاستعد جيدا. مع تمنياتي بالتوفيق. غادر الوالي بينما فتح فطين الورقة بلهفة على عجل يدفعه الفضول، ويا ليته ما فعل، فقد شحب لونه وارتجفت يداه كأنما رأى عفريتا. ما بالك تبدو مضطربا يا فطين؟ ماذا كتب في الورقة؟ لا شيء لا شيء. ماذا تعني لا شيء؟ فطين، ما الذي كتب في الورقة؟ لا يهم، ولكن بات واضحا أن الوالي مستعد لفعل المستحيل كي يمنع زواجي من بدر البدور. فطين، اقرأ علي ما كتب في الورقة لو سمحت. حسنا، سأقرأ عليك مرة واحدة، وأرجو ألا تسخر مني. أعدك بذلك، والآن هيا قل. أمر أمير الأمراء وزير الوزراء بحفر بئر في الصحراء ليشرب منه الشارد والوارد. هذا لؤم شديد، لن تخلو كلمة واحدة في هذه الجملة من حرف الراء الذي لا يتقن فطين المسكين نطقه. هذا حكم بالإعدام على الحب الذي يجمع بين بدر البدور وفطين. ولم أتوقع قط أن يضحك جحا بهذا الشكل، فكيف له أن يفعل ذلك؟ عرفت أنك ستسخر مني يا سيد جحا. أبدا أبدا يا فطين، أنا أضحك لأني تخيلت وجه الوالي في الغد لدى نجاحك في الاختبار. ماذا؟ ينجح في الاختبار؟ يبدو أن لدى جحا فكرة خلاقة ستنقذ فطين من هذه الورطة. Do the Texas thing and visit the Range Austin. This Friday, June 7th, we are letting loose with our famous machine gun tables. Who doesn't want to shoot a machine gun for only $35? You heard it right, $35 for a full auto experience at the range. No experience needed, great for anyone. The Range at Austin is located off 35, 10 minutes south of downtown. Open all 7 days a week. Visit therangeaustin.com to do the Texas thing and book a package, buy a membership, or learn more. ظهيرة اليوم التالي وفي ساحة المدينة الرئيسية كان موعدنا، وقد احتشد الناس في انتظار فطين عريس الأميرة بدر البدور المحتمل. أيها الشعب العظيم، شكراً لحضوركم وحضوركن للاستماع إلى إعلاننا الهام لهذا اليوم. استثنائياً سيلقيه عليكم السيد فطين الحطام، فأنصتوا إليه جيداً. تعلقت العيون بفطين الذي اعتلى المنصة بكل ثقة وعنفوان. حكم حكيم الحكماء على نديم الندماء بشق جب في البيداء ليستقي منه الغادي والبادي. أحسنت أحسنت يا فطين. يا لدهائك يا جحا، مستغلاً بلاغة اللغة العربية تمكن من تغيير كل الكلمات في الجملة لتخلو من حرف الراء ويحافظ على المعنى ذاته في الوقت نفسه. هذا غش واحتيال، هذا احتيال. ليست هذه الجملة التي طلبت منك قراءتها في الأمس.
بل هي الجملة ذاتها يا مولاي، وإنما بمفردات مختلفة. أو تجرؤ على مخالفة ما يقول الوالي يا هذا؟ ليس هذا ما قصدته، وإنما كنت لقد فشلت في الاختبار وانتهى أمرك. أما الآن فأرسل في طلب مجموعة من الجند ترافق هذا الحطاب المحتال إلى بيته ليحزم متاعه ويغادر البلاد منفيا إلى الأبد. أما هذا يا مولانا فقمة الإجحاف، فالشاب اجتاز كل اختباراتك المجنونة التي لم تكن مصممة سوى ليفشل، فهل يكون هذا جزاء؟ إننا لم نعهدك حاكما جائرا بهذا الشكل. هل أنت في صفه يا جحا؟ وأنا في صفه أيضا يا حضرة الوالي. فطين استحق الزواج من بدر البدور عن جدارة. أما هذه فخيانة عظمى، يبدو أن ثلاثة سيغادرون البلد منفيين هذا اليوم. بل أربعة يا أبي، فأنا في صف فطين أيضا. وعما صمت مطبق، حيث لم يتوقع أحد أن تتدخل بدر البدور فيما يجري إطلاقا. ثم ما كل هذه المهزلة؟ هل أنت من يبحث عن زوج أم أنا؟ اختبارات، قوانين ونقاشات مستعرة تحدث جميعها دون حتى أن تسألني عن رأيي. الأصول هي الأصول، ويجب احترام التقاليد والعادات. ليس عندما تكون عادات متخلفة وبالية. أنا بدر البدور، ولية العهد، أختار الزواج من فطين الحطاب حتى لو كلفني ذلك التخلي عن عرش المملكة، وهذا قراري. في مشهد أعجب من الخيال، أعلت أصوات الناس حماساً وتصفيقاً لبدر البدور وموقفها الشجاع، الأمر الذي أحرج الوالي، لأنه إن ركب رأسه علاوة على تخلي الأميرة عن العرش فسيخاطر بإغضاب الناس الذين آثروا نصرة الحب. هكذا إذن يا بدر البدور، ها؟ تلوين ذراعي وتحاولين إحراجي بوضعي أمام الأمر الواقع على الملأ؟ بل تدافع الأميرة عن حبها يا مولانا، وعن حقها بالزواج ممن تحب. حتى وإن كان من رجل لا يرضى عنه والدها ولا يجده مناسبا؟ لا يجده مناسبا لمجرد أنه حطاب بسيط من عامة الشعب، ضاربا بشهامته وحسن أخلاقه عرض الحائط. أما هذا، واعذرني على صراحتي، رأي فيه من السطحية ما لا يلائم حاكما سديد الرأي ونافذ البصيرة مثلكم يا مولانا. وكأنه كان لكلمات جحا تلك مفعول السحر، فصمت الوالي مطولا قبل أن يجيب. معك حق يا جحا، ربما جرفتني مشاعر القلق على مستقبل ابنتي قليلا فمنعتني من رؤية الصورة كاملة. أما وقد شهدنا حقيقة الحب الجم الذي يجمعهما، أبارك للعروسين الأميرة بدر البدور وفطين الحطاب. يا فرحتي يا فرحتي، انتصر الحب، انتصر الحب. وعمت الأفراح أرجاء المدينة، والكل ينتظر موعد زفاف العاشقين الشهيرين بفارغ الصبر. يا سلام على الحب